وبعدين جبدو نبتات ستر وبعدين من بعد غنوريكم كيفاش الجبدة اقرب من الغار اخطر المجرمين والله عرفتي كان كاميرا يا الله ما كيبان ليا والو مع الظلام كيبان ليا العكس كيبان ليا وجهي في التليفون العادي ها الزعتر كيفاش جبد الزعتر حيد ها هاي نتف 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 تجبدو العقرب لا كان جبدو دابا الزعتر ها الزعتر الزعتر وسط شجرة الزقوم محمد لا رانا زعيترات ها هما زعيترات هذا هو الزعتر لفري لفري ماشي ذاك الزعتر لفري ديال الجبل ها هي راه ما خداماش قول له ها هي بحال شدها بيدي ها هي قول له الفرق الفرق هادي هذا الزعتر وهادي زعيترة وانا كامل شديتوني وردوا البال شي غار ديال شي عقرب وري لينا باش نشوفو اجي ثاني انا شفتو هذاك اللي كيمشي للصحراء ميكا ميكا ديال الزعتر وبغى يجبد اكبر حنش هو يمشي قدام واحد الغار كبير واش ديال التراب دار الشكاره هو كيمشي قدام شي غار كيعرض الشكاره ويبقى يزمر بالغياطه تيكون يخرج الحنج كيخرج ديك الشكاره ويسد عليه مشى قدام داك الغار جاب واحد الشكاره كبيره ودار تما بقى كيزمر خرج عليه شنو هو هذا السي ربيع؟ هذا هو النعناع ديال العروبية ها هو شوف لا ها انت انا سيدي هذه اطول نبتة ها هي اطول نبتة في التاريخ اخسر نبتة ديرها بينا في الشميشة هنا في هذا ديرو في كاس ديال القهوة ولا في برة ديال القهوة اتاي في شفتها مع اتاي هذا حيد حيد من حيد من الضحي عاود لينا السرابي اتاي ما كيجيش في اتاي والسرابي اخويا عاود لينا على اقدم انسان اللي لقاو في هذا الجبل هذا قالوا بانه يعود الى المملكة المغربية لقاو سيدي 9 ديال الجماجيم في تافوغال هنايا حدا الزيتونة حدا النبتة العملاقة اسمح لي ندرك التليفون الاخ صحفي لا عاد باغي يولي ولا فوتوغرافي بروفيسيونيل ورينا هاد ديال من كانت هاد القلعه هذه القلعه هذه لاي امبراطور حتى يعود اي حقبه تعود العثمانيين هذوك اللي ساكنين هنا كانوا واحد الوقت ساكنين موحدين ديك ما عثمان ولد السي الزعتر الحر هذا هو الزعتر الحر صور لي شوف من اعالي قمة جبال الاطلس قال جالس ربي الفلاس غدا راه
راه كاين موسم اليوم. الله اكبر. ايوا شري سونطر و بلا فيل واش حال على البترول؟ شحال واصل ابو حمد؟ شحال واصل الثمن ديالو؟ مليون قل 20. لا شريت ولا باش بغيت تبيع؟ تاخذ فيه 20 قل المليون. دابا تخلص 20 قل المليون. عندك العربون؟ كاين هاك. شهد شهد صور 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 20 قل المليون. هاش تخلص راه عطيتي هذاك الافونس هاكا د الافونس زيد راه نشدو ليكم راه نشدو ليكم راه نشدو ليكم ما بغيتيش ما راسك ما تشوفش بيناتنا دابا راه بيناتكم بيناتكم بزكم راه كونتاكت صور صور غنديرو فيديو هنايا زيد بلاتي نقرب الزعتر نسالمو بعدا الصفقة تمت بنجاح تباني ما شديتي والو هذا قلنا حاضر مغطيات وشنو واحد ولا يحضر راسك واخيرا جيتيني في الرواح اخيرا ها هي مدينه بنو كادا شاد مدينه ديال سميتها لا واحد التيران هذه اللي خرجتي ترى ماشي عامات ولكن لعبات الكره ما جاتش هذاك الشيء راه قلت لك بيناتي انا راك اش كنقول لك نصور اشوف حتى الليل ما كيبان والو تما لا بالليل يبان لك بنهار ما كيبان والو قبيله كيبان لك شو هذا كيس كيلقط الزعتر شو هذاك الشيء زعتر هذا هو الزعتر مالك اصاحبي ما عرفتيش الزعتر تا هو وجمع جمع الزعتر باش ديرو في القهوه راه كيجي مع اتاي الشيء داك اللي قال لك كبيره ما كيجيش مع اتاي راه ما عمروش هذا الفيديو راه كاين الفيديو ذا بني ادم تبوزه يلا تعطلتي فيديو طير دير الشناوي قول لهم قول لهم هي الجامع على سيدي ديال الطريق اللي بغى يصلي العصر راه قريب العصر ها هي ها هي يلا هذاك عاوتاني هذاك هذاك قول لهم انت قوال السكر وزين ديال كوسيمار 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 هو زيد زيد هذا الخاتم من عهد فينا كاين شنو لقيتو؟ هضروا طريق لقد وجدنا خاتم في من العهد البيزنطيين او الفينيقيين المهم شي وحدين المهم شي وحدين المهم شي وحدين المهم شي وحدين شوفوا تاكل مع الصخور ولكن لا زال انت نحات وعاوني انت عاوني انت راه واش طلعت على طيبه بدي نشدك بدري انها
يا لها من تحفة نادرة. يا إلهي دير صبعك دير صبعك يا إلهي سي الصبع كامل أتزوج دير الصبع الكبير يا لها الروعة يا لها الروعة والله ما تقوم يدا هيا بنا الآن سنبحث عن الغار وسنجبد العقرب العقرب يلا قطع باش نخليو قطع راه مزيان داك الغير هذا اللوز ها مرحبا بكم هذا هو شجر اللوز بلاتي تسناو تسناو بلاتي بلاتي ما تبوجيوش شنو ندير نضاطر عليكم بحال ما ها هو اللوز شتو قولوا لي بالصحه والراحه واحد اللوزه ها نتوما كما كتشوفوا بالقشور ديالها بنينه خلق لي في التاريخ ورا لي شي واحد تكون زوينه نعطيك نعطيك التوام ها جوج ثاني وحيد راه شد شد انت يا مشيو باقي تابعنا الخدمه هاد اللوزه ناكلوها خضره